قال بيقولوا النصيحة بجمال. أنت مع هاي المقولة أو لا؟ لا والله برأيي إنه أنا ما بدي أحكي. حلوة نصيحة، واحد بينصح نصيحة. بشكل عام الناس كلها عليها إنها تنصح تحكي، يعني طبيعة الحديث عم بتصير نصيحة بس ما حدا عم يسمع. ما في حدا بقى صادق مثل الأول، ولا العالم كله متغيرة. خلص كل واحد مكتفي بحاله، مهم حاله بس. نصيحة بالحياة إنه لا ترفع سقف توقعاتك زيادة عن اللزوم. لأنه ما حدا حيضل مثل هو حكماً. أحياناً في ناس بتتقبل وأحياناً في ناس ما بتتقبل، فحسب الناس اللي عم تحاكيهم ممكن تقدم لهم. حسب الشخص، يعني إذا شخص مثلاً مهم إنه بحياتك بتقدم له نصيحة، إذا مو مهم ما بتقدم له. أي مثل ما لازم لما بيكون الشخص اللي عم يسأل عن نصيحة ما بيتقبل أساساً، عرفت شلون؟ ممكن يكون مزاجي فرضاً إنه هاي ممكن نصيحتي ما تعجبه أو يأخذ موقف لمجرد إنه بس هيك. أنا قلت لك أنا ما بسمع. بس لا بفكر بالكلام أكيد من مين ما كان يعني، بس بحط له اعتبارات إنه ممكن يكون قاصد خير قاصد شر دورة. يعني كنت أنت مثلاً تنصح أولادك تنصح كذا، بس هلا حتى الجيران عمين يأذوا منك أو حدا، فإذا بتعرف هذا الشخص إنه ما بيتقبل ما في داعي إنك تنصحه، تركه. حسب الأشخاص، ما بعطي نصيحة مين ما كان.